الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل بعد أجازة قصيرة شرح كتاب الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. واليوم فصل في الاستنجاء. انتهينا من أركان فروض الوضوء وسننه وأنواع المياه وغير ذلك في الأبواب السابقة والمقدمة، واليوم فصل في الاستنجاء. يقول في الهامش: فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى، ويسن بعد ذلك التثليث. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها وشرط الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس ولا ينتقل عن محل خروجه، ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. إن شاء الله نحاول نخلص لحد هنا في الشرح. موضوع الاستنجاء موضوع هام، وهو من خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعلمه أمة من الأمم، حتى أنها صارت علامة من علامات المسلمين، وهي الطهارة والتطهير. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو واجب لغير الأنبياء، وفي الأنبياء مستحب وليس بواجب لطهارة فضلات الأنبياء. فالأنبياء بولهم وغائطهم طاهر، ولكن يستحب في حقهم الاستنجاء تعليما لأممهم، لأن الخارج من أمتهم نجس، فيستحب أن يفعلوه على سبيل التعليم ولا يجب في حقهم. يقول في الفصل في الشرح: آخر هذا الفصل أخر هذا الفصل عن الوضوء، يعني القاضي أبو شجاع أخر فصل الاستنجاء عن الوضوء، مع أن الترتيب الذهني كان يجيب الاستنجاء الأول، أن الإنسان بيستنجى الأول وأن يتوضأ، مش كان حقه يجيبه كده؟ لكن هو عايز يلفت انتباهك لمعنى أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة. الروضة كتاب للإمام النووي مختصر للشرح الكبير بتاع الوفتح العزيز للإمام الرافعي. الإمام الرافعي له كتاب اسمه الوجيز، شرحه في فتح العزيز. الإمام النووي لخص فتح العزيز في كتاب اسمه الروضة، روضة الطالبين. فالإمام النووي في الروضة أيضا أخر باب الاستنجاء عن الوضوء لعلة إيه؟ إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه
بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض، بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه، ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد، لأن كل منهما طهارة ضعيفة فلا تصح مع قيام المانع. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لك ان الاستنجاء يجوز، يستحب ان يكون قبل الوضوء ولا يجب، يستحب ان يكون قبل الوضوء ولا يجب، واضح؟ لغير صاحب الضرورة. صاحب الضرورة اللي هو مين؟ اللي هو باستمرار عنده نجاسة خارجة منه، يعني دائم حدث، سلس بول، انفلات ريح، خروج براز، اللي هو اسمه دائم الحدث. يبقى دائم الحدث ده يجب ان يستنجي قبل الوضوء لانها طهارة ضرورة وهي طهارة ضعيفة، فلضعف هذه الطهارة يبقى يجب ان يسبقها الاستنجاء. وكذلك التيمم، لان التيمم طهارة ضعيفة بدل تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث، فيجب الاستنجاء قبله في التيمم. اما الوضوء فطهارة قوية يرفع الحدث ويبيح الصلاة في ان واحد، فيجوز تأخير الاستنجاء بعد الوضوء بشرط ألا يلمس ذكره ولا حلق دبره ببشرته. يعني افرض واحد توضأ وأراد أن يستنجي، هيلبس جوانتي أو يلف إيده بخرقة ويغسل دبره وقبله، ووضوءه صحيح لأنه لم تتم المباشرة بيده لإيه؟ لذكره ولا لحلقة دبره، لأنها من نواقض الوضوء، مس الذكر ببطن الكف وحلقة الدبر على الجديد في المذهب. كويس؟ فهو عايز يلفت انتباهك بتأخير الاستنجاء عن الوضوء لهذا المعنى، إن الاستنجاء يجوز تأخيره عن الوضوء؟ يجوز تأخيره عن الوضوء. افرض إنك أنت مش محتاج تتبول ولا تخش تتبرد، ورحت الحمام لقيت طوابير على الحمام لكن الحنفيات فاضية، فاستغليت فرصة على ما يفضى مكان انك انت تتوضأ، وبعدين بعد ما توضيت انت متذكر ان في عرق قد يكون حدث في المنطقة او شيء من هذا، فعايز انت تستنجي، تروح بعد ما تتوضأ تروح داخل تستنجي وتطلع تصلي، بس بالشروط انك انت لا تمس بيدك مباشرة موضع حلقة الدبر ولا الذكر، كأن يلف خرقة او بطيار الماء، واضح؟ يا اما يستعمل طيار الماء او يلف خرقة. ادي المعنى اللي عايز يبرزه بتأخير باب الاستنجاء عن الوضوء، هذا المعنى، واضح؟ لكن التيمم لانه عبادة ضعيفة، ايه ضعف التيمم؟ ان هو يبيح الصلاة مع بقاء الحدث، مش كده برضو؟ وايه ضعف وضوء دائم الحدث؟ انه يبيح الصلاة مع استمرار الحدث، فطهارة الضرورة طهارة ضعيفة، يبقى ساعتها الاستنجاء واجب قبلها. واضح كلام الشيخ؟ نقرأ تاني، تقرأ تاني السطر ده عشان تفهم. اخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه، أي عن الوضوء، بشرط أن يكون هناك حائل على اليد البشرة، يعني يمنع النقض، نقض الوضوء يعني، بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه، ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد في المذهب، يعني لأن كل منهما طهارة ضعيفة، كل منهما اللي هو التيمم وطهارة صاحب إيه؟ الحدث، اللي هو صاحب الضرورة اللي هو دائم الحدث، يعني زي المرأة المستحاضة دي دائمة حدث، زي الرجل اللي عنده سلس بول، زي اللي عنده انفلات ريح، زي اللي عنده تحويل مجرى براز. في الوقت عمليات كتير بتتم، تبص تلاقي يعملوا له استئصال للمستقيم ويحولوا له مجرى البراز على كيس في بطنه، مش بتحصل عمليات كتيرة بتحصل بسبب سرطان في المستقيم، في الشرج، حاجات من دي، وبتحصل في أعمار بسيطة، يعني بيجي لنا دلوقتي أعمار 17 سنة عاملين و28 سنة و30 سنة وكل الأعمار، مش شرط، كانت الحاجات دي بنشوفها زمان في الكبار
اللي هو فوق الستين والسبعين، دلوقتي بقى في شباب بيتعمل فيه. فهذا الانسان اللي اتعمل فيه الحكايه دي او يكون عنده سرطان مثانه فتعمل له استئصال مثانه وتحويل مجرى البول على جدار البطن، فبقى البول خارج وحاطط كيس، فكل دول اسمهم دائم حدث. يبقى دول في الحالات دي اسمهم دائم حدث، يبقى يجب الاستنجاء في حقهم قبل الوضوء، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت وتكون النية استباحة الصلاة لرفع الحدث، ويصلي بهذا الوضوء فرض واحد وما شاء من السنن. واضح لي أحكام دائم الحدث. والطهارة الضعيفة لا تصح مع قيام المانع. المانع إيه؟ وجود النجاسة، وجود النجاسة على الموضع الذي يريد أن يستنجي منه. فهمت إزاي؟ ده وجود النجاسة، اللي هي وجود نجاسة قبل الوضوء مباشرة اللي هو الضعيف، فيحتاج تزيله علشان أثناء الوضوء لو نزل يبقى اللي أثناء الوضوء ده وما بعده معفو عنه. معفو عنه إيه؟ للحاجة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، للتيسير. واخد بالك إزاي؟ إذا اشتد الأمر جاء الفرج، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل التيسير على الأمة من هذه الجهة. ومن قدمه من العلماء، من قدم باب الاستنجاء على الوضوء في بعض المصنفات الاخرى، يحط الاستنجاء الاول ويجيب الوضوء بعديه، نظرا للاصل والغالب، لان غالب الحال انت بتخش تستنجى وتطلع تتوضا، وده الاصل والغالب. صحيح بتستنجى الاول على سبيل الاستحباب مش على سبيل الوجوب، علشان ما تتكلفش حائل بعد ما تتوضا، ما انت هتحط في ايدك جوانتي يعني في جيبك، فتبقى واخد راحتك. ويمكن اما تخش كده تلاقي نفسك عايز تتبول، يا بالمره بقى يلا، واخد بالك ازاي؟ بركه يا جامع زي ما بيقول. لكن ما تعملهاش بعد ما تتوضى، لان يمكن اما تيجي تاخد وضع الاستنجاء تلاقي نفسك محتاج تنقض وضوءك، يبقى كده وضوءك الاولاني بقى ملوش لزوم، ويبقى في اسراف، نوع من الاسراف. يبقى اللي قدمه على الوضوء نظر للاصل والغالب. وشرع الاستنجاء مع الوضوء، هل كان ليلة الإسراء ولا قبلها؟ يعني هل النبي كان يصلي قبل ليلة الإسراء بغير وضوء فتوضأ بعد ليلة الإسراء بعد فرض الصلاة، ولا كان يتوضأ ويصلي ركعتين صباحا ومساء قبل فرض الصلوات الخمس قبل الإسراء؟ لأن معلوم أن النبي كان يصلي، والصحابة كانوا يصلون، والإسراء كان في العام العاشر من البعثة، فيبقى كانوا بيصلوا ايه؟ واحنا عارفين في الاسراء فردت الصلوات الخمس، يبقى كانوا بيصلوا صلاة اخرى ركعتين صباحا وركعتين مساء على سبيل الفرض في حقهم، فرضه النبي على الناس اولا، لان النبي موكل بالتشريع. حتى جاءت حادثة الاسراء، فمعروف قصة فرض الصلاة في الاسراء، فبعد ذلك صارت الصلاة خمس فرائض في اليوم والليلة بالتوقيت المعلوم ده. فيقال أنه فرض وشرع مع الوضوء ده الاستنجاء ليلة الإسراء، وقيل لا، ده الوضوء ده كان من أول البعثة. الوضوء كان من أول البعثة، لكن الصلاة نفسها اللي بالكيفية دي فرضت بعد الإسراء، في الإسراء يعني. وقيل في أول البعثة، وهو بالحجر رخصة. يجوز الاستنجاء بالحجر رخصة، أو ما في معناه يعني من كل قالع جامد طاهر غير محترم. أربع شروط: قالع، قالع يعني يزيل النجاسة، جامد يعني ما يبقاش مائع، ما يبقاش سائل يعني، حاجة جامدة ناشفة، واخد بالك ازاي؟ يبقى قالع جامد طاهر، ما ينفعش أجيب بعرة ناشفة واستنجي بيها لان هي نجسه، جامد صحيح وقالعه لكنها نجسه، او اجيب حجر متنجس استعمل في استنجاء قبل ذلك. فهمت ازاي؟ يبقى لازم قالع جامد طاهر غير محترم، يعني ما اجيبش مطعوم، ما اجيبش حته خبزه ناشفه واستنجي بيها، ولا حته عظمه استنجي بيها، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون غير محترم، ولا قطعه ادمي واحد قطع صباع ورميه، ما اخدش انا الصباع ده واستنجى بيه. في الحروب بتحصل، في الحروب بتحصل فعلا، بس احنا دلوقتي بقينا خلاص ناس قاعدين بننام في بيوتنا
ولا بنحارب ولا بنعمل. الصحابة كانوا بيحاربوا وبيغزوا، وكان كده يلاقي ايد مقطوعة جنبه، يلاقي رجل مقطوعة، يلاقي طرف مقطوع، هو نفسه يلاقي ايده مقطوعة. كل كانوا عايشين الحياة دي. انت لو تصورت الصحابة هتلاقي الصحابة معظمهم مجروحين، واللي اعور واللي مقطوع ايد واللي مقطوع الاصبع واللي مليان جروح. الصحابة اللي انت بتقرا عنهم في الكتب كده ما تتصورش انهم كانوا كامل الخلقة، ده كانوا متشرحين من الجهاد، واخد بالك ازاي؟ لكن انت اللي بقيت كامل الخلقة علشان بقيت خلاص عايش حياة النساء، مش انت بس، المسلمين كلهم للأسف، بسبب ايه؟ تعطيل فرض الجهاد. وتعطيل فرض الجهاد بسبب غياب الحاكم المسلم اللي يجمع طاقات المسلمين ويقول حي على الجهاد. لان ما ينفعش نقول حي على الجهاد كده على مستوى الافراد، ده لازم يكون على مستوى الجماعة عشان يبقى جيش نظامي، مش تبقى الحكاية كده زي ما انت شايف التهريج اللي بيحصل في العراق، ده بيضرب فدرة وده بيضرب فدرة والحكاية مش عارفين هتوصل لايه. وزي ما بيعملوا في أستينيا في الاتحاد السوفيتي يتترسوا باطفال، ادي الوهابية، اهو ده الفكر الوهابي اللي وصل كده. كل دول وهابية، فكر وهابي اباح دماء الناس واباح دماء الابرياء، لان اعتبر ان كل الناس مشركين، فكل الناس دماءهم مباحة، فما يهموش طفل زي كبير زي صغير. هذا الفكر الخطير اللي هم اصلا عملوه الاجانب، هم اللي زرعوه في وسط المسلمين من 200 سنة، زرعوه في وسطنا علشان يستفيدوا بيه، فربنا سبحانه وتعالى قلبوا ضدهم. وبعدين في الاخر يقول لك ادي المسلمين بيعملوا كده، لا، الاسلام عمره ما كان بيعمل كده، ده الاسلام اللي انتوا فهمتوه لهم، اللي انتوا نشرتوه، مش الاسلام اللي احنا بنعرفه ونقراه عند الفقهاء والمسلمين وورثناه من الصحابه ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي حرم التترس بالاطفال وحرم قتل الاطفال والنساء وغير ذلك. في الجزائر يخشوا على بعض البلاد يذبحوهم ذبح، شفت اللي بيحصل؟ كل دول وهابيه، كل دول فكر وهابي، عشان تعرف خطورة هذا الفكر. ولما نشأ في الأول 200 سنة ما كانوش عارفين إن هيوصل لكده، لأنه أول فكر ده بيقوم على أساس إيه؟ إن كل المسلمين مشركين عشان بيزوروا الأولياء وبيزوروا المقابر، واخد بالك، يبقى كلهم مشركين، طالما شركته يبقى أبحت دمه، يبقى ضميرك ما يأنبكش إنك تقتله بعد كده. فهمت المسألة؟ فدي خطيرة. واما يبقى ايه؟ وهو بالحجر رخصة، بالحجر رخصة. واحنا قلنا الحجر هنا رمز، مش المقصود حجر، اي حاجة تتوفر فيها الاربع شروط تبقى حجر للاستنجاء. يعني الورق الكلينكس الفاين ده اللي معاك في جيبك ده حجر استنجاء، لانه متوفر فيه الشروط. هو جامد ولا سائل؟ جامد، صح؟ طاهر، غير محترم بتنف فيه وتف فيه ولا يهم، غير محترم، صح ولا لا؟ وبعدين قالع، بيشرب النجاسه، يبقى حلو قوي، يبقى جامد، قالع، طاهر، غير محترم، متوفره في الشروط اهو، يبقى يمشي. طب البليه اللي العيال بتلعب بيها الازاز دي، اهي دي طاهره وجامده وغير محترمه لكنها غير قالعه، دي تليط، تليط لك المسألة، تنشر لك النجاسة، هتشيل دي؟ يبقى ما تنفعش، يبقى مش حجر استنجاء، اديها العيال يلعبوا بيها. فهمت ازاي؟ زلطة مدورة كده وناعمة خالص، ما تنفعش، لأنها غير قالعة، وإن كانت طاهرة جامدة غير محترمة. يبقى لازم يتوفر الأربع شروط، واخد بالك؟ زي هذا في حجر الاستنجاء أربع شروط، ويتوفر ثلاث شروط في المستنجى منهم، بعد كده هقولهم لك عشان يبقوا في الاخر المجموع سبعة، خدت بالك؟ يبقى وهو بالحجر على سبيل الرخصة فقط، لكن هو الاصل بالماء، لان الحجر يزيل عين النجاسة ولا يزيل اثرها، فعفى الشارع عن اثر النجاسة. تيسيرا عليك ايها المسلم، قد لا تجد ماء، قد تكون في صحراء، قد يقل الماء ويكون للشرب فقط، فتيسيرا عليك ربنا سبحانه وتعالى عفى عن اثر النجاسه مع وجودها، وقبل منك عبادتك رحمه، لانه هو يزيل النجاسه ولا يزيل اثرها. وهو بالحجر رخصه، ومن خصائصنا، من خصائصنا الاستنجاء. انما ادخل دورات المياه في اوروبا وفي امريكا وفي الفنادق الخمس نجوم، تلاقي مش حاطين شطافك،
لانه مش من خصائصهم، ما يفهموش الحاجات دي، ما يفهموش الحاجات دي. ولما انتصروا الفرنجة الفرنسوية على المسلمين في الاندلس وقلبوها اسبانيا، كانوا بيعملوا تفتيش على البيوت، اللي يلاقوا في بيته صنبور ماء في دورة المياه يبقى مسلم، ولو بيقول انا مسيحي وده صليب يقتلوه. شوف قد ايه، لانه صار شعيرة يعرفوا بها المسلم من غير المسلم من خلال الحمامات. واغلقوا الحمامات العامة الاول، اغلقوا الحمامات العامة ويفتشوا في البيوت، اللي يلاقوه عنده صنبور ماء او عنده اي حاجة كده دورق حطه في الحمام يبقى ده انت مسلم، يا او انت جيت تعالى هنا تقوي روح دبحه. فاصبح شعيرة من شعائر المسلمين وخصيصة من خصائصهم ومن خصائصنا. واما بالماء فليس من خصائص، يعني الاستعمال الحجر ده اللي من خصائص المسلمين بس، انما بالماء فليس من خصائصه. واول من استنجى به سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، النبي عايز يعلمهم ازاي يستنجوا من الخرائق، وده موضوع محرج، والنبي كان اشد حياء من العذراء في خدره، فيقوم يقول لهم الاول مقدمة جميلة كده، يقول لهم انما انا لكم مثل الوالد، يعني انا ابوكم، واعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا يستقبل احدكم القبلة ولا يستدبره، وليستنج بثلاثة احجار ليس فيها روث ولا رمة اي عظم. يعني كأن النبي قال يبقى طاهر قالع ايه غير محترم وجامد، فهمت ازاي؟ قال لهم الشروط دي كلها في كلمتين صلى الله عليه وسلم، وليستنج بثلاثة احجار ليس فيها روث ولا رمة اي عظم، يعني عظم متغير، لان العظم ده محترم مش كده، والروث نجس، فكأن بيقول لهم يبقى غير محترم، وده مثال للمحترم العظم. محترم ليه؟ لانه طعام للجن، يعود اوفر ما كان عليه من اللحم يأكله الجن. شوف العظم اللي انت بترميه بعد ما تمصمصه ده وما تسيبش فيه حتى فتفوته للقطة، ربك سبحانه وتعالى يجعله طعام للجن اوفر ما كان فيه لحم يأكلوه ويعيشوا مبسوطين منه. فلما تيجي تستنجي بيه تأذيهم، يوم هم يتضايقوا منك، يوم ممكن واحد منهم يمسك بسوء بقى يتغاظ منك بقى، ما انت مستقصده كل شويه تنجس له طعام، فهمت ازاي؟ فده محترم، فده النبي ادى مثال المحترم بالعظمه، وادى مثال نجاسه العين بايه؟ بالروث. شوف كلام النبي سهل ازاي؟ اسهل من كلام الفقهاء، لكن الفقهاء ما جابوش الكلام من بره، اصل تقول طب وجابوا الشروط دي منين؟ ما هو جابوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لكلام النبي. ايوه عظم مأكول اللحم، ايوه عظم كل مأكول اللحم، كل عظام مأكولة اللحم ومحترمة. وروث بهائم المسلمين، البهائم بتاعت المسلمين وبتاعت الناس البشر كلهم مش المسلمين بس، بتعود بعد ذلك غذاء لبهائم الجن، يعني الجن نفسهم عندهم بهائم، عندهم بهائم، تصور حاجة عايشين معانا، وده من قهر الله عز وجل ان يبقوا عايشين معانا ومش شايفينهم ومش مضايقين علينا عيشتنا، وهم عايشين معانا واحنا مش مضايقين عليهم عيشتهم، واحنا عندنا كثافة وهم عندهم لطافة، وبالرغم من كثافتنا لا نؤثر على لطافتهم، وبالرغم من لطافتهم لا تؤثر على كثافتنا. فسبحانه سبحانه اللي عامل الأعمال دي كلها، قادر قدرة عجيبة سبحانه. وليستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة أي عظم. واركانه، اركان الاستنجاء اربعه، مستنجن اللي هو البني ادم نفسه اللي هيستنجي، وهو الشخص، ومستنجى منه اللي هو الخارج البول والغائط، وهو الخارج النجس الملوث. شوف شروط كده الفقهاء دول كلامهم يا اخي جميل، لو تقرا في الكتب كتير دي تعرف قيمه العلماء دول، كل كلمه ما تقدرش تختصرها لان كل كلمة وراها علم، لازم يبقى خارج نجس ملوث عشان يجب الاستنجاء.
طب افرض الخارج يبقى مش نجس او نجس وغير ملوث، يبقى لا يجب الاستنجاب. يعني لا نجس وغير ملوث، يعني يخرج من الانسان براز ناشف زي البعره، ما يلزقش في حاجه، ما وسخوش، يبقى لا يجب عليه الاستنجاب، فده غير ملوث، خرج نجاسه غير ملوثه. فهمت ازاي؟ مش ساعات الواحد يتبرز حاجه زي الزبل كده، دي غير ملوث، يبقى لا يجب الاستنجاب. اهو ده نجس غير ملوث، يبقى لا يجب الاستنجاب، يستحب فقط ولكن لا يجب. فهم؟ طيب وممكن يخرج منه طاهر، يخرج منه دوده، يخرج منه حصوه. مش واحد ساعات يتبول حصوه تنزل من البول، او يخرج منه دوده اسكارس طويله كده، بتحصل في الارياف ولا لا؟ وكانت بتحصل زمان بس بعد انتشار الادويه والحاجات دي بقت نادره، لكن بتحصل. يبقى لو خرج منه طاهر لا يجب الاستنجاء زي الدود وزي الحصوه، ولو خرج منه نجس غير ملوث لا يجب الاستنجاء كالبعر الجاف. واضح؟ يبقى كلامهم دقيق، الكلام فيه دقة. وهو الخارج النجس الملوث اللي هو المستنجى منه، يبقى خرج المني، يبقى المني لا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر، لكن يجب الاستنجاء من الودي والمدي لانه نجس كالبول. يبقى لما يقول خارج نجس، خرج كل خارج طاهر، وكل خارج طاهر كالدود والحصى والمني عند الشافعي طاهر. واضح؟ لا، المذي والودي نجس، المذي والودي نجس كالبول. ومستنجى فيه، يبقى مستنجي البني ادم نفسه، مستنجى منه اللي هو الخارج النجس الملوث. واضح؟ ومستنجى فيه اللي هو القبل والدبر، مش كده برضه؟ اللي هو المكان اللي هيغسله. ومستنجى به وهو الماء او الحدث. خدت بالك؟ يبقى دي الاركان بتاعته. اي اتفضل. ده المني. لا لا لا، المذي يتغسل. لا لازم. لازم بالاجماع. بالاجماع. والمني إذا كان جاف يجوز فركه. يجوز فركه لكونه طاهر عند الشافعية، ويجوز فركه تطهيرا للمحل عند المالكية الذين قالوا بنجاسة المني وأجازوا الطهارة بالفرق لفعل النبي إن كان جافا مع نجاسته عندهم. واضح؟ لثبوت فعل النبي بهذا. لانه غير محترم، بس الاحسن ما تعملوش. لكن العظم غير ماكول اللحم غير محترم، غير محترم، اظن كده. نراجعها تاني. لا، ما هو ممكن يختار حتى نعمه، لكن هو غير محترم. وبعدين احنا برضو ما نستعملوش لسبب، لانه قد يكون طعام لمن اضطر من الجن، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، مش كده برضو؟ ما هو الجن المسلم ما يحل لك يحل له، وما يحرم عليك يحرم عليه. فهمت؟ واضح؟ لكن هل يجوز للانسان ان ياكل الميته او ياكل ما لا يحل اكله؟ يجوز عند الاضطرار. فهمت ازاي؟ بس فالاحسن انه ما يستعملش العظم مطلقا. ومستنجى به وهو الماء وهو او الحجر وهو طهارة مستقلة. هل الاستنجاء طهارة مستقلة ولا تحت باب ازالة النجاسة مطلقا اللي يتقع على الثوب او البدن؟ والله الموضوع ده في خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال لك ده طهارة مستقلة، وفي ناس قال لك لا ده داخل في باب ازالة النجاسة مطلقا. هي خلاف بين الفقهاء، وجهة نظر، لكن في الحالتين هو واجب. في الحالتين ازالة النجاسة واجبة عند إرادة الصلاة، وقبل إرادة الصلاة مستحبة. بس يعني أنا وقع علي شيء نجس، لا يجب علي على الفور أن أنا أروح أغسله طالما مش ناوي أصلي دلوقتي، لكن يجب على الفور لو كنت ناوي أصلي. فهمت إزاي؟ لكن لا ينقض الوضوء، يجب غسل المحل بس اللي وقع عليه النجاسة.
يعني جه على ايدي بول، جه على ايدي حاجه، زي واحد بيشتغل في معمل تحليل بول وابرازه، او طبيب بيشتغل فيجي دم على ايده او قيح او صديد او شيء من هذا، فكل دي نجاسات. او امراه بتغير لابنها وابنها يتقايا على ايدها ويقشط على ايدها وساعات يطرطش على ايدها اي نجاسات، كل الحاجات دي ما يجبش انها في الحال تغسل ايدها الا لو ارادت الصلاه او تمست شيء طاط. فهمت ازاي؟ غير كده يبقى ممكن تاجل شويه. ما ينقضش الوضوء، مش من نواقض الوضوء، بس يغسل مكان. وهو طهارة مستقل، وهو طهارة مستقلة فليس من إزالة النجاسة، وقيل إنه منها يعني من، وعليه المتأخرون من الشافعية. وشرع الاستنجاء، وشرع الاستنجاء لوطئ الحور العين كما قاله ابن عباس. قال الاستنجاء ده شرع أساسا من باب التطهير اللي يواظب عليه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بوطئ حور العين في الجنة، واللي يقصر يحرم. ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس. ويسن أن يقول بعده: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. ده الدعاء اللي هو إيه يقوله بعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. قوله في الاستنجاء أي في أحكامه، كما يعلم من قول المصنف: والاستنجاء واجب إلى آخره. مش الشيخ المصنف قايل ايه؟ والاستنجاء واجب، يعني حكم واجب. واجب يعني ايه؟ يعني مطلوب حتما، طلب جازم. الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، مش هو ده الواجب؟ طب ما طلبه الشارع طلب جازم يبقى اسمه واجب، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم يبقى مندوب. ما خيرك فيه الشارع مخير، ما نهى عنه الشارع نهي غير جازم مكروه، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما محرم. يبقى دي التعريفات. فما يقول لك محرم تعرف يعني ايه، واجب تعرف يعني ايه، عشان تبقى راجل فقيه تفهم مصطلحات الفقهاء. الفرض والواجب عند الشافعية سواء في مذهبه. عندنا لا فرق، عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا فرق بين الواجب والفرض، هما الاثنين حاجة واحدة مرادفات. كما انه لا فرق عندنا بين المندوب والسنة والمستحب، كلها مرادفات لحاجة واحدة. واضح؟ ما عدا في الحج بس. الاحناف هما اللي فرقوا بين الفرض والواجب من حيث الدليل ثبوته لا من حيث العمل، فالاثنين يجب العمل. واضح؟ الاثنين يجب العمل بيهم، الفرض والواجب، لكن ثبوت الفرض عندهم بدليل متواتر قطعي، وثبوت الواجب عندهم بدليل ظني احاد. ده الاحناف. عندنا الواجب يثبت ظنا او متواتر بنفس الدرجه، لا فرق. والشافعيه اضطروا ياخذوا راي الاحناف في الحج فقط، فميزوا بين الفرض والواجب في الحج فقط. واضح؟ في باب الحج فقط. كما انهم لم يميزون بين الباطل والفاسد، عندهم الباطل والفاسد سواء. الاحناف ميزوا بين الباطل والفاسد. هتيجي الحاجات دي بعدين. والاستنجاء واجب، ويعبر عنه ايضا بالاستطابة. يعني ساعات يقول لك استنجاء وساعات يقول لك استطابة، اي طلب الطيب، لان المستنجي يطلب طيب نفسه. تملي الواحد لما يبقى كده مضمخ بالنجاسة ومتعاصي يبقى قرفان من نفسه، اول ما يغسل وينظف يطلع كده يا مبسوط. حتى الطفل الصغير تلاقيه اول ما يعمل على روح الطفل اللي مش مميز يقعد يعيط، امه تقول له ايه؟ تقول ده الظاهر عايز يغير، يعني فطره. في حين انه اول ما يبقى ما عندوش نجاسه ومغير كده ونضيف وبتاع تلاقيه بيرقص وفرحان وبيضحك، يجي يعمل على روحه يوقع. الله، مين اللي علمه الفطره دي؟ ربه سبحانه. ويعبر عنه بالاستطابة أي طلب الطيب، لأن المستنجي يطلب طيب نفسه. ويعبر عنه أيضا بالاستجمار. يبقى عندنا ثلاث أسماء لحاجة واحدة: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. الاستطابة والاستنجاء تطلق على استعمال الحجر أو الماء أو مجموعهم، ولكن الاستجمار لا يطلق إلا على استعمال الحجر فقط.
سهلة، لكن كلهم معنى واحد وهو إزالة النجاسة الخارجية. واضح؟ يبقى عندنا استنجاء واستطابة معناهم واحد، سواء استعملت الماء أو الحجر أو كليهما أو مع أو مجموعهم، جمعت بينهم، يعني الأفضل تجمع بينهم. واخد بالك؟ الأفضل إنك أنت بورقة الكلينكس تمسح أثر النجاسة عشان ما تبقاش إيدك هي اللي تلمس النجاسة الأول، وترمي الورقة وبعد كده تستعمل الماء تزيل الأثر، ده الأكمل. واخد بالك؟ وكان زمان أنا فاكر وأنا كنت عيل صغير كده في الجامع اللي جنب بيتنا، كان يحطوا بتاع كده يعني فخار كده حاطين فيه أحجار صغيرة جوه الحمام. أنا كنت أدخل طبعا عيل صغير مش فاهم إيه ده بيستعملوها بإيه دي، واخد بالك؟ لكن ويحطوا جنبها كوز مية، لأن كانوا فقهاء وكانت في الأرياف، لأنه كانوا فقهاء متعلمين في الأزهر وعلماء فيعلموا الناس، والناس الفلاحين اللي ما راحوش أي حتة ولا يعرف يقرا الخط عارف إن يستعمل الحجر الأول وبعدين يستعمل ماء، لأن إخواته علماء وآباءه علماء والبيئة كلها فيها علم، فهمت؟ فمتعلمين. إنما الوقت للأسف معاه دكتوراه وتقول له إيه أنواع النجاسات الشرعية ما يعرفش، يقول لك البول والبراز ويسكت. طب إيه تاني بقية النجاسات؟ يسكت. تعرفش نجاسة تانية غير البول والبراز؟ والله أنا مرة كنا في مؤتمر مع جراحين أساتذة الجامعات وقاعدين بالليل نتعشى كده وبتاع، وبعدين جبنا سيرة الدين فلقونا أنا يعني بدقن كده، وواحد قال لهم ده الدكتور يسري ده معاه ليسانس الشريعة، فبيقول بنتناقش بقى في الدين وبتاع، فقلت لهم مطلوب إن كل إنسان مسلم يعرف الأمور الأساسية. المسلم يميز عنه عن الكافر في العمل بإيه؟ بإنه يتحرى البعد عن النجاسات في العمل. طب ايه انواع النجاسات؟ وكان قاعد 10 قدام ترابيزه كبيره كنا بنتعشى 10، اقل واحد فيهم معاه دكتوراه بقى له 10 سنين اصدق كلهم مش عارفين انواع النجاسات. تصور الجهل. الفلاح اللي في الكفر من 30 40 سنه كان احسن منهم علما، تساله انواع النجاسات يكر. واخد بالك؟ عارف ليه؟ لان من شروط صحه الصلاه طهاره البدن والثوب والمكان من النجاسه، يبقى لازم اعرف النجاسه اللي انواعها كلها علشان ابعد عنها لما اجي اصلي، والا يبقى هبقى متاثر بنجاسه وانا مش عارف انها نجاسه صلاتي تبطل. شفت قد ايه خطوره الموقف؟ موضوع اتعلمه على مذهب اللورد كرومر اللي هو عمل التعليم، فصل التعليم الازهري عن التعليم المدني، وعمل وزارة التربية والتعليم، ووقف عمل خطبة كبيرة عصماء ومسك المصحف قال طول ما هذا المصحف في صدور المسلمين لا نستطيع أن نسيطر عليه، يجب أن نمزقه من قلوبهم، ومزقه في الواقع في الخطبة كده. ودي خطتهم ليه؟ لأن أنت سمعت عن الثورة العرابية؟ طبعا. بيسأل واحد بيقول له تعرف يعني أحمد العرابي؟ قال لهم ميدان في المهندسين. والله شباب متخرجين من الجامعة، عشان تعرف ضحالة الفكر. تعرف ايه يا ابني عن احمد عرابي؟ البرنامج في التلفزيون اللي بيقابلوا الناس في الشوارع كده ويعملوا مكافآت يعني ويسألوا اسئلة عامة. طلبة في الجامعة، تعرف ايه يا ابني عن احمد عرابي؟ يقول لها ميدان في المهندسين. يرضيك الكلام ده؟ ابنائنا يبقوا بهذه الصورة؟ الثورة العرابية لما وقفت ضد الانجليز في 1870 لو تفتكر زمان، واحمد عرابي واقف في ميدان عابدين وعمل خطبه جامده. احمد عرابي ده كان من الاشراف حسيني. احمد عرابي حافظ القران كله. كويس؟ كان حافظ القران كله وكان فقيه وكان ازهري ودخل بعد كده الحربيه وبقى ضابط. وما استحملش دمه وعروقه ودينه ان يشوف الانجليز بيتحكموا في البلد كده، فجمع الضباط وعمل الثوره بتاعته العرابيه المشهوره. واخد بالك ازاي؟ لما الانجليز واجهوا الثوره العرابيه قعدوا يدرسوا مين اللي عملوا الثوره دي؟ ايه مواصفاتهم؟ لقوهم بيصلوا، كان اصلهم ازهري حافظين القران. فقالوا علشان نضرب المسلمين في مصر لازم نضعف الازهر، نمنع القران من القلوب، ونمنع دخول الجيش اللي يحفظ القران في صوره مكافاه، نقول اللي حافظ القران نديله اعفاء.
شفت اللعبة، شفت لعبة الانجليز؟ وعلشان كده كان اللي حافظ القرآن ياخد اعفاء عشان احمد عرابي ما يتكررش تاني. ادي اللعبة واحنا مش دريانين. وبعد كده قال لك ازاي ننحي الازهر في التعليم، نعمل بديل. لا يوجد بديل للتعليم في مصر الا الازهر. ايوه اللي عايز يتعلم لازم يخش الازهر، حتى لو عايز يبقى طبيب لازم يتعلم في الازهر الاول وبعدين بعد كده يدخل كليه الطب. كان الازهر هو التعليم الاساسي اللي كل واحد لازم يعدي فيه. كويس، قال لك لازم نعمل بديل للازهر، تعليم اخر مدني. فانشاوا المدارس التبشيريه زي المدرسه الالمانيه للراهبات والميرديديه والفرير والجامعه الامريكيه، وانشاوا وزاره التربيه والتعليم، تعليم مدني ملوش دخل بالحكايه دي، عشان ينافس التعليم الازهري ويضعفه، علشان بعد كده اللي يمسك المناصب يبقى ما عندوش قران ولا يعرف اساسيات دينه ويبقى يضحك عليه. عرفت تضحك علينا ازاي بقى؟ تضحك علينا بالطريقه دي. والاجيال اللي انت بتشوفها دي اللي بقول لك عليهم بحكي لك معاهم دكتوراه واساتذه ما يعرفش انواع النجاسه. فتقول لي دول هينتصروا ازاي؟ هننتصر ازاي؟ بالله عليك، ده لولا اكرام نبينا لكانت نصفت الامه دي من انتشار الفواحش فيه، ولكن اكراما لنبينا والله فقط. ربنا سبحانه وتعالى بيبقي علينا مع ضعفنا وتلوثنا وتلوثنا، فربنا ينجينا. فما فيش مخرج الا اننا نرجع تاني لاصول ديننا، لا مخرج الا اننا نرجع تاني لقراننا نملى بيه قلوبنا ونفهمه عشان يتكرر احمد عرابي تاني. شفت الانجليز خبث ازاي في محاربه الاسلام والمسلمين؟ شفت خبثهم؟ لدرجة الوقت يتخرج الولد من دول معاه ليسانس ومعاه بكالوريوس ومعاه بتاع، تسأله أساسيات أساسيات الأساسيات، إيه يا ابني موجبات الغسل عند المسلمين؟ وهو مسلم اسمه محمد، إيه موجبات الغسل؟ يقول لك خروج المني بس، يسكت بس. دول ستة، دول ستة يا ابني، يا ابني الغسل بسبب ستة أشياء تعرفش منهم ولا واحدة؟ يقعد يفكر قوي 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 كده ويطلع لك واحده تانية وبعدين يسكت. فين بقى زكاة الاساسيات البسيطه؟ ما يعرف. طب نواقض الوضوء ما يعرفش يعدها على التفصيل، عارف منها واحده ولا اتنين وخلاص مشي حالك. اذا كان مش عارف نواقض وضوء يبقى هيبقى عارف اركان الوضوء، هيبقى وضوء اللي بيصلي بيه صلاته صحيحه، يبقى عارف اركان الصلاه، يبقى ازاي ينتصروا؟ اذا كان لما خلفوا النبي في امر واحد في غزوة أحد انهزم في أمر واحد، وإحنا بنخالف النبي في أوامر كثيرة فيبقى مش عايز ينهزموا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ بدلنا نعمة الإسلام كفر بها بعدم تنفيذها وبعدم تعلمها، وأحللنا أنفسنا وقومنا دار البوار والهزيمة. فما فيش قدامنا إلا أن نربي أنفسنا من أول وجديد ونربي أولادنا من أول وجديد ونرجع تاني لما كان عليه اجدادنا وابائنا. يبقى في مليون احمد عراب بحفظ القران، بالحرص على الدين، بفهم الدين الفهم الصحيح، علشان حتى لما يمسك السلطه يعرف ازاي يخدم دينه. مش يبقى عايز يخدم دينه وهو ما يعرفش عن دينه حاجه يقوم يضر دينه وهو مش عارف. هو قصد يخدم يقوم يضره لانه مش عارف. ربنا ينجينا. مش عايزين نخش في مواضيع جانبيه، كل ما تلاقوني ايه دخلت في موضوع جانبي وقفوه، اصل الموضوع مر قوي، الموضوع مر. والاستنجاء واجب الى اخره، ويعبر عنه بالاستطابه اي طلب الطيب، لان المستنجي يطلب طيب نفسه، ويعبر عنه ايضا بالاستجمار. يبقى عندنا ثلاث اسماء للموضوع. مأخوذ من الجمار وهو الحصى الصغار، لكن الأولان اللي هو الاستطابة والاستنجاء يعمان الماء والحجر، والثالث اللي هو الاستجمار خاص بالحجر. واضح؟ قوله وآداب قاضي الحاجة أي الأمور المطلوبة منه على وجه الندب أو الوجوب. يبقى أداب قاضي الحاجة المقصود بها الأمور الواجبة والمندوبة اللي يتحلى بها حال قضاء الحاجة. يقضي حاجته إزاي؟ إيه الأداب؟ بعضها واجب وبعضها مندوب.
فالمراد بالأداب ما يشمل المندوبات والواجبات، خلافا لمن قصره على الأولى اللي هي المندوبات، فإن بعض ما ذكره هنا واجب، وهو اجتناب الاستقبال والاستدبار عند عدم الساتر، يعني استقبال القبلة واستدبارها عند عدم الساتر، كما سيأتي في قوله ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها إلى آخر كلامه. والحاصل أن الأدب لغة الأمر المستحب، الأدب لغة هو الأمر المستحب، والمراد به هنا مطلق المطلوب ليشمل الواجب والمندوب، واضح؟ وفي اصطلاح الصوفية الأدب لمعنتان، وفي اصطلاح الصوفية أن لا تنظر إلى من فوقك ولا تحتقر من دونك، ألا تنظر إلى من فوقك في النعم فتستقل نعمة الله عليك، وألا تغتر بما أقامك الله فيه فتحتقر من دونك. أدي الأدب عند الصوفية كده، فهمت؟ فالأدب عند الصوفية سلوك، والأدب عند الفقهاء أعمال. الأدب عند الصوفية سلوك، والأدب عند الفقهاء أعمال، ولا تنفك الأعمال عن السلوك، فإن عملت بلا سلوك ليس لك نصيب من أهل الخصوص، بل يجب عليك أن تعمل سالكا، أن تتشرع متطرقا شريعة وطريقة، ثم بعد ذلك تتحقق محسنا علشان يكمل الدين، وإلا تبقى مخدت من الدين القشور وتركت اللب. والاستنجاء على وزن الاستفعال، وقوله من نجوت الشيء قطعته، نجا الشيء يعني قطعه. الشيء أي قطعته، فمعناه لغة طلب قطع الأذى، وأما شرعا لتعريف شرعي يبقى معنى اللغوي هو قطع الشيء، وأما شرعا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. خد بالك، إزالة الخارج يبقى لازم يبقى حاجة خارج، هذه للداخل يعني أنا جوايا نجاسة وأقوم أتأياها يعني بالعافية، يبقى هذه للخارج بطبيعته، الخارج بطبيعته يعني ما اتكلفش تخريج ما لا يخلق، ما احطش صباعي جوه زي بعض الناس يعور نفسه ويطلع النجاسه، يقوم يعور نفسه ويجي لنا عنده مشاكل في الشرج وجروح، في ناس يجي له امساك يقعد يحفر بايده كده او يعمل الشطار، مش كده، يعور نفسه وبيعور العضله بتاعته وبيحصل له مشاكل بعد كده، بيتعمل له جراحات وشغلانه ويدخل نفسه في المواد. عندك امساك خلاص روح للدكتور يعالجك، تقعدش انت بقى ايه تلعب في نفسك بالخرطوم وبايدك ومش عارف تعمل الشغلانه، ما تتكلفش، خليه خارج لوحده. فهمت؟ شوف كلام الفقهاء كلامهم في شفاء. فهو ازاله الخارج يعني بنفسه، مش المخرج او المخرج، فرق بين الخارج والمخرج. ازاله الخارج النجس، ولازم يبقى نجس علشان نخرج الدود ونخرج الحجر زي ما قلنا، والملوث عشان نخرج البعرة الناشفة اللي بتخرج مش عاملة اي تلويث، من الفرج، ولازم يكون النجس ده خارج عن الفرج، لكن لو خرج من الفم يبقى نجس وكل حاجة، لكن لا يجب استنجاء، يجب المضمضة زي القيء، ما هو القيء نجس لكن يجب بعده المضمضة لا الاستنجاء عشان اطهر الفم. فهمت ازاي؟ ما هو خارج نجس صحيح بس مش من الفرج، يبقى ساعتها مضمضة ما سميش المضمضة بعد القيء استنجاء، فالاستنجاء لا يسمى إلا للخارج النجس الملوث من الفرج. فهمت ازاي؟ عشان يبقى اسمه استنجاء عن الفرج، بماء أو حجر بشرطه، يعني لو بزيل نجاسة مش عن الفرج أو ملوث خرج من الفرج إلى موضع غير الفرج يبقى اسمه إزالة نجاسة مش استنجاء. فهمت؟ يعني واحد بيتبول فالبول طرطش على رجله،
يبقى لما بيزيل البول من على رجله ما اسموش استنجاء، اسمه إزالة نجاسة. لكن لما يزيله من موضع خروج البول يبقى اسمه استنجاء. ادي معنى كلام الفقهاء. فهمت بقى؟ الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر بشرطه. خلاص؟ من كونه بشرط الحجر، من كونه طاهرا قالعا غير محترم كما سياتي. ونقف نكمل بعد صلاة العشاء. فالاستنجاء شرعا هو إزالة الخارج النجس الملوث، الملوث، الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه من كونه طاهر قالع غير محترم جاف. واخد بالك؟ وخرج كلمة النجس في التعريف الطاهر كالدود والحصاة والريح، ليس منا من استنجى من ريح، الحديث كده. فالريح اللي طالع ده من الفرج من الدبر ده يعتبر طاهر، بالرغم ان ريحته وحشه. اه ريحته وحشه بس طاهر، لان احنا قلنا ان النجاسه لا تنتقل بالاسترواح، مش كده برضو؟ قلناها في انواع المياه، يعني لما يبقى احمر منتن منتن كده على حافه الترعه او البحر، تيجي تتوضا من الميه تلاقي الميه طعمها وحش وريحتها وحشه مستروحه، لكنها طاهر يجوز الوضوء منها. بس فين النفس بقى؟ لكنها يجوز الوضوء منها لانها تغيرت بالاسترواح. فهمت ازاي؟ بالريح يعني. يبقى نجس صح، عظم غير مأكول اللحم نجس مش طاهر، فخرج بقولنا طاهر غير مأكول اللحم. فتح الله عليك يا مصطفى. يبقى لا يجوز لأنه خرج بقولنا لأنه ميتة، يعني غير مأكول اللحم ولو ذبحته وزكيته يبقى ميتة، والميتة ايه؟ نجس، مش كده برضو؟ وخرج بالنجس الطاهر كالدود والحصاة والريح فلا يجب الاستنجاء منه، بل يندب من الأولين. يبقى يندب بس من خروج الطاهر لكن لا يجب. وصرح الجرجاني بأنه يكره الاستنجاء من الريح، واعتمده الشيخ نصر المقدسي. وبالملوث، كلمة الملوث غيره، خرج غيره كالبعر الجاف. وبقولنا من الفرج الخارج من غير الفرج، خرج الخارج من غير الفرج، زي القيء وزي اي حاجة خارجة من غير الفرج، زي الدم، ما هو نجس. واحد اتعور في دراعه والدم طلع، ما هو الدم نجس، لكنه هنا يغسل، لكن الغسل ده ما اسموش استنجاء لانه مش خارج من الفرج. فاهم؟ وزي القيح، واحد عنده دمل وطلع صديد، الصديد نجس. فاهم؟ لانه دم مستحيل يعني متغير، فالدم نجس وكل ما استحال منه نجس، مش كده برضه؟ الا يستثنى اللبن، لبن المرأة، فهو خرج من اللبن من الدم الا انه طاهر، والريق طاهر. واخد بالك؟ يبقى في حاجات طاهرة وفي حاجات نجسة من ايه؟ بعد استحالتها. يكره الاستنجاء، واعتمده الشيخ نصر المقدسي. وبالملوث غيره كالبعر الجاف. وبقولنا من الفرج الخارج من غير الفرج، خرجه يعني، فلو طرأ على الفرج فلا تسمى إزالة استنجاء. يعني افرض واحد اتعور بشوية تعويرة في بطنه كده، في جدار البطن نزل الدم جاء على ايه؟ على ذكره. يبقى إزالة الدم من على الذكر ده ما اسموش استنجاء لأنه مش خارج منه، ده اسمه إزالة نجاسة. فهمت ازاي؟ هو عايز يقول لك كده. فلو طرأ على الفرج فلا تسمى إزالته استنجاء، وبقولنا عن الفرج يخرج إزالته عن غير الفرج، كأن انتقل الخارج من الفرج إلى غيره فلا تسمى إزالته استنجاء أيضا. زي المثال اللي قلت لك، لو البلجة على رجلك يبقى بتغسل رجلك، لكن ما اسمهاش الغسلة دي استنجاء، اسمها إزالة نجاسة. وكذلك لانه مش من الفرج، يعني لما يحول مجرى البول او البراز على جدار البطن لما بيزيل ويمسح ما اسموش ده استنجاء لانه مش خارج من الفرج، لكنه اسمه ازاله نجاسه.
أو في قولنا بماء أو حجر للتنويع، أو في قولنا بماء أو حجر، كلمة أو دي، أو في قولنا بماء أو حجر، أو دي للتنويع يعني يدا يدا، فهم؟ وأو في قولنا بماء أو حجر، فهمت الكلام؟ وأو في قولنا بماء أو حجر، أو دي، أصل أو دي تقتضي التنويع ولا تقتضي الجمع؟ قال لك تقتضي التنويع يعني يدا يدا. فأحد النوعين مجزئ وحده ولو مع تيسر الآخر، وليست للتخيير لأن الجمع جائز. يعني أو دي للتنويع مش للتخيير، لأن أن أو لها معنى التنويع في لغة العرب ولها معنى التخيير. فلو قلنا التخيير يبقى معناها نفت الجمع، جواز الجمع، مش كده برضو؟ لكن هو بيقول لك ده للتنويع مش للتخيير علشان يدخل جواز الجمع، بل الجمع أفضل والاكتفاء بأحدهما جائز، والجمع أفضل والاكتفاء بالماء أفضل من الاكتفاء بالحجر، لأن الماء يزيل العين والأثر والحجر يزيل العين ولا يزيل الأثر. واضح؟ قوله فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، إنما أتى بكأن التي للظن، كأن دي للظن، مع أن قطع الأذى محقق بالاستنجاء، لأن القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الأجزاء الحسية، حبل متصل كده قطعه، لكن ده ما بتبقاش النجاسة حبل متصل، ده بتنزل إيه قطع كده، أو تنزل إيه حتى البول نفسه ينزل طيار ويبطل وطيار ويبطل، يبقى متقطع. فلما أقول فكأن، كأني بخرجها عن معناها الحقيقي اللي هو قطع المتصل إلى قطع المنفصل. شفت دقة الفقهاء؟ فبقى معناها مجازي مش معناها حقيقي. بكأن التي للظن، مع أن قطع الأذى محقق، لأن القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الأجزاء الحسية كالحب، والأذى ليس كذلك، على أنها قد تأتي أيضا في لغة العرب للتحقيق. يعني لغة العرب كأن بتيجي للظن غالبا وللتحقيق في قلة. فلو قلنا للظن قلنا لأنه ليس قطع في الحقيقة لأنه غير متصل، وإن قلنا أن هي قطع على التحقيق لأنه إزالة النجاسة قلنا أنها تيجي للتحقيق أحيانا. فعلى الوجهين تمشي، فهمت إزاي؟ على الوجهين تمشي. حكمه واجب، أي في حق غير الأنبياء، لأن فضلاتهم طاهرة، لأن فضلاتهم طاهرة، ويجب لا على الفور. أو الناس ما تعرفش أن بول وبراز النبي ودمه طاهر، الناس ما تعرفش، يقول لك بشر زينا زيه. طب أنت بولك طاهر لما أنت زيك زيه؟ طب بولك نجس، أنت نفسك تقرف منه يجي عليك، ولو صليت وعليك أثر من بولك صلتك بطلت، إزاي يبقى زيك زيه؟ دم النبي طاهر، أنت دمك نجس، إزاي بشر زيك زيه؟ يا أونطجي، مش عارف قيمة نبيك يا أونطجي، بشر زيك زيه؟ إذا كنت أنت لما حد يدوس على رجلك يقول له أنت مش واخد بالك أنا مين؟ إذا كنت أنت شايف في نفسك التميز عن غيرك، فكيف لا يكون النبي متميزا عنك؟ تثبت التميز لنفسك ولا تثبته لنبيك يا أونطجي؟ حاجة غريبة الشيء، حاجة غريبة. تسمع الكلام ده ولا ما تسمعوش؟ بشر زينا زي. ستنا أم أيمن عطشت بالليل، كانت عطشانة بالليل، وأيام نبينا ما كانش فيه دورات مياه داخل البيوت، فكان كل واحد في البيت كده يبقى عنده إزازة يتبول فيها، واما يصحى الصبح بيبقى يكبها بره. فهمت ازاي؟ كل البيوت كانت كده. فكان النبي عنده ركوه كده يتبول فيها ليلا ويحطها بجوار فراشه، والصبح بيرمي. ستنا ام ايمن قايمه بالليل عطشانه بتحسس، لقيت الركوه دي فيها ميه، افتكرتها ميه شربت، واخد بالك؟ فصاحي النبي صلى الله عليه وسلم في النهار بقى بعد ما صلى الفجر راجع يدور عليها مش لاقيها. فبتسأل، بيسأل
فأم أيمن قالت له شربتها يا رسول الله؟ قال إذا لا تمسك النار. يبقى لو كانت نجسة كان يقول لها إزاي تتجرعي النجاسة، صح؟ إذا لن تمسك النار وببركتها كانت تشعر بالعطش إلى أن ماتت، لا تشعر بالعطش مطلقا إلى أن ماتت، وهي في بيئة صحراوية حارة أشد ما يعاني فيها الناس من العطش أكثر من الجوع، فكانت لا تعاني العطش أب. سيدنا عبد الله بن الزبير لما النبي احتجم وجابوا له الدم في الإناء، ادى سيدنا عبد الله الزبير عشان يرميه، اختبأ خلف الستارة وشربه. النبي ما قالوش انت، لكن قال له برضو اذا لم تمسك النار، لانه بقى في جزء من النبي والنبي محرم على النار، ده لو دخل على النار تبقى جنة، والله لو دخل النار يخليها جنة، لكن ربنا حرم النار انه يدخل عشان تفضل النار على الكفار. ولا اجزائي تدخل الجنة النار ولا اجزائي. فلما اختلطت اجزاء النبي باجزائه جواه قال له اذا لن تمسك النار، ولكن ويل لك من الناس وويل للناس منك، عشان اكتسب قوة في الحق بسبب الجرعة الدم دي، اكتسب قوة في الحق. وانت عارف ان بعد وفاة النبي وبعد الفتنة اللي حصلت بعد مقتل سيدنا عثمان ومقتل سيدنا علي وتنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية، وبعد كده سيدنا معاوية لما سابها ارثا لابنه وخالف الشرط اللي كان تركه لسيدنا الحسن اجتهادا منه، وقد اخطأ في اجتهاده، فقد يغفر له الله خطأه في اجتهاده، لكنه اجتهد ولم يصيب لمصلحة الناس، فخرج سيدنا عبد الله بن الزبير مش طايق بقى الغلط. ليه؟ لانه في بضعة من النبي ما يتحملش الغلط، ما يتحملش المخالفة. ادي ويل لك من الناس، مش هتتحمل تماين، وانت عارف السياسة عايز الواحد يفوت وعايز الواحد يعديها وكأنك ما سمعتش ويلا يا عم وانا مالي، ما هي كده، لكن هو مش قادر يقول وانا مالي، فواجه الموقف ففرق الناس. وعلشان كده انتهكت حرمة مكة، الحجاج انتهك حرمة الكعبة وهدها. ادي ويل للناس منك وويل لك من الناس، قتلوا الحجاج وعلقوا ودخل شهيد في الجنة، واخد بالك ازاي؟ شفت كل ده لانه لم يتحمل رؤية مخالفة الشرع الشريف، في حين ان كان عنده 100 مسوغ يقول مش معقول انا اعمل كده وبعدين يؤدي هذا الى انتهاك الحرم، الى قتل المسلمين، الى يعني كان ممكن يفوتها لمسوغات كثيرة، لكنه ما تحملش. كأنه تحقق بقول النبي والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لا اتركه حتى يزرع الله واهلك دونه. وده نفس اللي تحقق به سيدنا الحسين وهو رايح كربلاء، عارف انه هيقتل ويسعى الى مضجعه وهو فرحان. ليه؟ لانه يريد ان يحقق معنى، يحقق معنى وهو عدم التنازل عن الحق، يريد ان يحقق هذا المعنى ولو قتل فيه من اجله، ليبين ان الانسان يموت من اجل الشرع الشريف حتى يكون على مراد الله لا على مراد الملوك. فأراد أن يحقق هذا المعنى ويترك هذه الرسالة لكل ملك جبار يأتي من بعد فيكون سيد الشهداء، فهمت؟ لكن الوقت بعض المحللين السياسيين يقول لك سيدنا الحسين كان خارج عن الشرعية وكان يستاهل يعملوا فيه كده. والله في ناس بتكتب كده كتابات، لأن كان بويع إلى يزيد فخرج عما بويع إليه وقاتله فخرج عن الشرعية فكان يقتل بحكم الشرع. تصور قالوا كده في بعض الكتب ومقرره في كليه دار علوم، كانت مقرره على بنتي السنه اللي فاتت في سنه ثانيه، بيتكلموا على التاريخ الاموي وكاتبين كلام ضد سيدنا الحسين، مش فاهمين المعنى، مش فاهمين المعنى المراد. يبقى واجب في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة، ويجب لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة، خدت بالك يا كنت بسأل. يجب لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة، وإلا كان على الفور.
لو لزم منه تضمخ بالنجاسة، يعني عنده اسهال وبتاع وبقت حتى ملابسه بقت متأثرة، يبقى واجب بقى، لانه هيؤدي الى التضمخ بالنجاسة، يقعد على الكرسي يوسخه، يلبس بنطلون يتوسخ، يبقى ساعتها بقى حتى لو مش هيصلي لانه هينبني عليه تضمخ بالنجاسة. فهمت؟ والا كان على الفور وقد يندب، يعني يبقى مستحب كما اذا خرج منه غير ملوث كدود او بعض، وقد يكره الاستنجاء من الريح لانه يبقى استنجاء بغير ضرورة، يبقى استعمال ماء بغير ضرورة. وقد يحرم مع الاجزاء كالاستنجاء بالمغصوب، بماء مغصوب او حجر مغصوب او حجر المسجد. فهمت ازاي؟ يعني خدت حجر من المسجد وخدت استنج بيه، ده ما يصحش لان ده ملك المسجد. فهمت؟ اجيب حجر بقى من الشارع، لكن مش من ايه، من رحبة المسجد، ما اجيبش حجر رحبة المسجد. وقد يحرم مع الاجزاء كالاستنجاء بالمغصوب، ومع عدم الاجزاء كالاستنجاء بالمطعوم. بالمطعوم. وقد يباح كما اذا عرق المحل فاستنجى لازالة العرق، فالاستنجاء تعتريه الاحكام الخمسة كما قاله الشيخ عطية. يعني ممكن يجي لك سؤال، الاستنجاء متى يجب ومتى يستحب ومتى يباح ومتى يكره ومتى يحرم؟ سؤال تقوم تدي مثال لكل ايه في الامتحان، يعني كما قاله الشيخ عطية. لكن في صورة الاباحة نظر، لان هذا لا يسمى استنجاء شرعا، لانه لو ازالة العرق ما اسموش استنجاء، احنا قايلين الاستنجاء الشرعي وازالة النجاسة الملوثة، والعرق ليس ايه نجاسة. فالشيخ ابن عطية لما ادانا المثال ده ما نفعش، مثال الايه الاستنجاء المباح اللي هو بالعرق، قال لك ده ما ينفعش، لان احنا التعريف قايلين ده ازالة نجاسة، مش كده برضو؟ ملوث والعرق ليس نجاسة، يبقى ما اسموش استنجاء شرعي. من خروج البول والغائط، اي وغيرهما من كل خارج نجس ملوث ولو نادرا كدم وودي او كدم. عرفت ان الدم نجس؟ الناس كتير ما تعرفش، واحد يلاقي جيله تعص الدم يروح مصص الدم. انا بشوف شبان يعملوا الحركة دي، دي نجاسة، يحرم يحرم هذا لانه نجاسة، تمسحها وتروح لدكتور يغير لك، ولا انت اقفلها بغيار وخلاص، انما تمصها تتعاطى النجاسة؟ فهمت؟ ما ينفعش، لانه ما يعرفش ان الدم نجس. عارف لو عرف ان الدم نجس ما كانش عمله، ما تعلمش، جاهل ولم يطلب العلم، مقصر. فلا يعفى عن جهل المقصر، ولكن يعفى عن جهل غير المقصر اذا نشأ في بادية بعيدة عن الاسلام وعن المشايخ. لكن انت هنا خطوتين والازهر جنبك، في كل جامع تلاقي واحد عنده معلومات، روح اسأل وتعلم. فمفيش، فلا يعذر بالجهل لمن نشأ في المدينة، ويعذر بالجهل لمن نشأ في بادية بعيدة عن الاسلام. فهمت؟ كدم وودي، وانما اقتصر عليهما لكونهما غالبين معتدين، واشار الشارح بتقدير خروج الى ان الخروج موجب له، لكن بشرط الانقطاع. يعني يجب الخروج، يجب بالخروج لكن بشرط ان ينقطع، ولا طيار البول شغال وانت تستنجى، مش تستنى ما يخلص؟ فهمت ازاي؟ يبقى لازم ينقطع الاول. والله اعلم. ونقف على قوله بالماء، في سؤال على قوله، يعني على قوله في سؤال هنا نجاوبه ونقيم الصلاة على طول. بتقول أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في إفرازات المرأة المعتادة إذا كانت دائمة الخروج. في بعض الستات في سن معين كده تلاقي عندهم إفرازات تخرج من المهبل على طول كده، حكمها أنها نجسة عند الشافعية، وأنها تعتبر دائمة حدث، تعتبر دائمة حدث، فلا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتصلي ما شاءت بهذا الوضوء من النوافل، وتصلي فرد واحد. وهذه الإفرازات طاهرة عند المالكية، ولا تنقض الوضوء في أحد أقوال المذهب، فلها أن تأخذ برأي المالكية، ولا أنصح لأننا شافعي. ومش كل المالكية، ده رأي عند المالكية وليس كل المالكية.
فننصح برأي الشافعية في هذه المسألة، وتعتبر ان هي الفترة الزمنية هي حوالي 15 سنة من عمرها هتبقى فيها العادة دي، واول ما تنقطع الدورة خلاص كله هيجف والمية تتقطع فما تخافش، فساعتها تاخد برأي الشافعية احتياطا وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي فرض واحد، وقبل ما تتوضأ تغسل هذه الافرازات مكانها وتلبس غيار جديد، واضح؟ تبقى عاملة الاحتياطات بتاعتها، حتى لو هي خارجة تاخد معاها غيار احتياطي في شنطتها، واخد بالك؟ ولما دي ودلوقتي معظم المساجد تلاقي فيها دورة مياه خاصة بالنساء، يعني لم تعدم. طب افرض عدمت، تنوي الجمع حتى تعود الى بيتها، يا ما هي دائما حدث، ما هو دائما الحدث كده حكمه كده انه يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي استباحة الصلاة لرفع الحدث ويصلي فرض واحد بهذا الوضوء، واضح؟ ده حكمه، فعنا هي حكمها حكم دائم الحدث، والله اعلم. ايوه، حتى لو بتصلي فرائض قضاء تتوضأ لكل فرض، والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا لما تحب وترضاه، يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم شرح صحيح البخاري في مسجد المقطم بعد المغرب، وحتستمر الدروس حتى اول شهر رمضان، وبعدين اجازه طول شهر رمضان، وبعدين نعاود في شوال، وفي شهر رمضان هيبقى الدروس وصلاة التراويح ان شاء الله الخاصة بينا يعني هتبقى في مسجد الاشراف في شارع 17 في المقطم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ووفقكم لصالح الاعمال. سلس ايه؟ هو اسمه سلس النزل من الجبل. سلس البول. ما هو حكمه كده دائم حدث. ماشي. بالنسبة لحضرتك البول تغير غيره. على انه نجاسة، اصل هيصلي ازاي بنجاسة؟ مش معفى عنه الشافعية. لا 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 يعفى عنه، لدرجة انه ممكن يربط العضو بتاعه. وفي الوقت حاجة بتتباع في السوق اسمه مشبك القضيب، اسمه بينايل كلامب، مشبك قضيب للناس اللي عندهم سلس، بيروح حاطه كده على القضيب بتاعه مشبك، يروح قافل خروج البول، وساعتها ممكن يتوضى وما يبقاش عنده بقى السلس ده. ايوه، ده خاصة طبعا المشبك ده بالرجالة، لان الرجالة عندهم حاجة يحطوا عليها مشبك. انا ما اعرفش مذهب المالكيه، يعني مش خبير فيه، والله اعلم.